يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي، متواصلين إن شاء الله دائما أبدا على 569-33-77. فحياكم الله جميعا، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا على الخير وعلى الرحمة وعلى البركة. قولوا اللهم آمين. مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي. إن شاء الله هاتفنا 569-33-77. وبرحب بكل إخواني وأخواتي كمان اللي متواصلين معنا على صفحتنا على فيسبوك. بحب أنوه لإخواننا إنه هذا البرنامج كان يبث بالاشتراك مع قناة عمان تي في، شاشة عمان تي في، والآن هو فقط يبث على أثير إذاعة يقين وعلى صفحتنا على الفيسبوك. فالله يحييكم جميعا، يا مرحبا. مرحبا، حياكم وبرنامج همك همي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح همومنا أجمعين. قولوا اللهم آمين. إحنا متواصلين على 569-33-77. معنا اتصال. ألو ألو. طيب إحنا 569-33-77، وعندي سؤال هون بيقول أنا طالبة جامعة في كلية الصيدلة ومطلوب مني أقساط لهذا الفصل حيث لا تفتح الشاشة إلا بعد أن أدفع الرسوم. طيب على كل حال إن شاء الله ربنا بسهل أمور موضوع رسومك، وهي معلوماتك موجودة عندنا، وإن شاء الله ربنا بسهل الأمور. يعني إحنا في الأردن موضوع التعليم هذا دائما من أولوياتنا. يعني يسمى وهذه ميزة، يعني وهي ميزة من ميزات شعبنا، إنه عندنا موضوع طلب العلم والجامعة والتدريس والدراسة من أولوياتنا. غيرنا بلشان باللبس وبلشان بالأكل وبالشرب، وكل واحد حر في اختياراته، إحنا ما منعيب على حد شيء، لكن أنا بتكلم عن ميزة شعب. من واحدة من أفضل ميزاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية إنه موضوع التعلم والتعليم عندنا له أولوية. فإن شاء الله ربنا يقدرنا إحنا ياك على كل خير. يا مرحبا، معنا اتصال. سؤال بيقول كيف أفقد طيبة قلبي إلى الأبد؟ لا، هو هذا السؤال مبين أنه سؤال فيه شوية غل وفيه شوية يعني مار بتجربة سيئة بسبب طيبة قلبه وقع في ورطات. أنا بأكد لك أنه أصحاب القلوب الطيبة عادة بورطوا، ولكن الذي يدافع عنك هو الله، الذي يدافع عنك هو الله. وإحنا لما نشوف واحد قلبه طيب نستغله. يا أخواننا لا تقتلوا أصحاب القلوب الطيبة، لا تقتلوهم. أنا بقول لك إذا شفت واحد قلبه طيب وإنت بيطلع بيدك تضحك عليه، لا تقطع، لا تضحك عليه، لأنه لا تقطع المعروف من الناس، لا تقطعوا المعروف بين الناس. اسمع مني، لا تقطعوا المعروف بين الناس. لأنه شوف، في قصة بيحكوها زمان، قال واحد كان راكب على فرس، وبتعرف زمان ما في سيارات، في خيل وفي جمال وغيره، فهو راكب على الفرس وماشي في طريقه، لقى واحد على جنب الطريق يعني متمدد مد حاله تعبان. سلام عليكم، سلام خير. قال له موجوع، موجوع وما في حيل أمشي. قال له اركب معي. كيف بدي اركب معه؟ نزل الفارس، صاحب الفرس نزل على الفرس ورفعوا هذاك وقعدوا على الفرس مطرحه، قعدوا على الفرس. لما هذاك تمكن من الفرس نخزها وركض فيها، استولى على الفرس، أثار مرض وحيلة. ومين وقع في الحيلة؟ صاحب القلب الطيب أبو الفرس، هذا قلبه طيب شفق عليه، قام ركبه على الفرس مشان يساعده، مشان يقدم له معروف. طلع هذا اللي متظاهر بالمرض لئيم، لما قعد على الفرس نخز الفرس
الفرس ركضت فيه. صار يصيح عليه يا معود لا تخبر الناس، لا تخبر الناس. فهذا قرب عليه شوي وراكب على الفرس، قال ليش ما أخبر الناس، خايف الناس يقولوا ضحكت عليك، أنت ما حد عارفك إنه أنا أخذت فرسك. قالوا لا أنا بخاف تخبر الناس ينقطع المعروف بينهم، إذا خبرت الناس بينقطع المعروف ما عاد حد يساعد الثاني. فأنا هاي رسالة لكل واحد لديه مهارة الخباثة والنفاق والكذب والزور والاحتيال، هاي رسالة إلكو. لما تشوف واحد قلبه طيب لأخي لا تضحكوا عليه، ليش لا تضحكوا عليه؟ والله بنقطع المعروف بين الناس. وصاحب القلب الطيب أنا بقول لك خلك على طيبة قلبك، فإن الله عز وجل هو الذي يدافع عنك، الله تبارك وتعالى هو اللي بدافع عنك. فإحنا نقول بنفقد طيبة القلب إلى الأبد؟ لا. يا مناس وثقت بناس، ويا مناس كانت قلوبها طيبة مع ناس، وثق في ماليا، وثق في إداريا، وثق في أخويا، وثق في بشراكة، وثق في بنفقة، وثق في بكلمة أسر له إياها، وبعدين ما طلع هذا الإنسان على قد الكلام اللي صار. فأنت الله بدافع عنك، وخلك على طيبة قلبك، وترى أريح للمعيشة لما يكون قلبك طيب، أريح للمعيشة. الخبيث والمكار ترى مش مرتاح، لو أنك شايف وأنت بيكون ماشي ويعني يا أرض الشدي ما عليك قدي، هذا ظاهريا، لكن من الداخل، من الداخل ترى هو مش مرتاح. فأنا بقول لكل واحد قلبه طيب هنيالك على طيبة قلبك في هذا الزمن الذي رأينا فيه العجائب، الذي رأينا فيه العجائب. فخلك على طيبة قلبك، وربي سبحانه وتعالى يكثر أصحاب القلوب الطيبة. يقولوا اللهم آمين. آمين. الله يحييكم يا مرحبا. عندنا سؤال بيقول ليش أصلي وأخاف من الله وانحرمت لا زواج ولا شهادة، وبشوف اللي ما بيصلوا ولا بيعرفوا ربنا مرتاحين بزواج وبكل شيء، مع العلم ان عمري مش كبير ولسه، او علمي مع العلم ان عمري كبير ولسه ما توفقت. ايوه يعني في بس نقطة لازم نصححها، انه موضوع العبادة منفصل عن موضوع التوفيق. يعني أنا مش بصلي علشان الله يرزقني، وأنا بصوم علشان الله يعطيني. هذا في مثل بيقول لك ظليت أصلي حتى حصلي، ولما حصلي بطلت أصلي. يعني ظل يصلي حتى حصل له المطلوب، فلما حصل له المطلوب بطل يصلي. لا لا، إحنا أول نقطة تعامل مع الله مش تعامل مقايضة، إنه أنا بصلي لك عشان توفقني، بس إذا ما وفقتني مش راح أصلي لك. لا لا لا، ما له علاقة. نفصل، احنا نصلي لله عز وجل لأن الله أمرنا، فهو الخالق وهو الآمر. هذا واحد. الأمر الثاني، دائما وأبدا من عادة الإنسان يا أخواننا أنه ينظر للنواقص في حياته. يعني هي نفس الأخت اللي بتقول أنا ما تزوجت، فهي تنظر إلى أنه عدم وجود الزواج هو نقص في حياتها. ما هو هذا من أكبر الأغلاط، من أكبر الأغلاط، أني لا أنظر في حياتي إلا للنواقص. الحياة لازم يكون فيها نقص، الحياة لازم يكون فيها نقص. ما فيش واحد حياته كاملة. وسيبوكوا من مشاهير التيك توك ومشاهير السوشيال ميديا، لأنه هو بيصور لك لحظة من لحظات حياته، مش الأربع وعشرين ساعة. وفي مشاهير كثير على التيك توك بيصور لك هالثانيتين اللي بيصورهم وقدامه صحن الحمص مبسوط فيه، وأقسم بالله أنه لا ينام الليل إلا على المهدئات وعلى المثبطات، وعنده مشاكل مع زوجته، أو عنده مشاكل مالية، أو عنده مشاكل مع أولاده، أو عنده مشاكل عقوق، أو إلى ذلك. فيا إخوان لا تطلع على موضوع السوشيال ميديا، لأنه لا يعطيك الحقيقة. إحنا مشكلتنا ننظر فقط للنواقص. أنا ما فيش عندي سيارة، مشاكل
الدنيا متدمرة لأنه ما عندي سيارة، وبشوف إنه حياتي لا تكتمل إلا بوجود السيارة، وإنه حياته متدمرة بدون وجود أولاد، وواحدة مش متزوجة شايفة إن، ومين قال لك إنه الزواج يعني موضوع كبير في الحياة؟ من الذي قال هذا؟ مين اللي قال إنه الزواج تتوقف عليه الحياة؟ أنا بقولك بيكمل حياتك، بس هو مش الحياة. فطبيعة الإنسان أنه ينظر إلى الناقص من حياته ويبدأ بضخمه. لكن لو إجيت عديتي نعم الله عز وجل اللي ربنا أعطاك إياها من العينين والإيدين والرجلين ومعرفة الناس والذاكرة والروحة والجي إلى غير ذلك، ستجدي أن نعم الله عليك عظيم. فيا إخواننا، المقارنات في الحياة مدمرة. هي بتقارن إنه زميلتها عندها زوج وهي ما عندها زوج، طيب تمام، وتطلع على وضع المادي تبع زميلتك، تطلع على وضع الصحي، تطلع، لابد أن يكون في عندي غيرك نقص. إحنا بنشوف الصورة الكاملة في الآخرين، إحنا بنشوف الصورة الكاملة في الآخرين، لكن هم عندهم نقائص، هم عندهم نقائص. إحنا طبيعة النفس البشرية بالضبط من النقص اللي حاصل فيها، وبتخلي إنه الحياة كلها مدمرة إذا ما الطلب كان موجود. لا، هذا ظلم لنفسك أولا، أنت قاعد تظلم نفسك. والله يا أختي كم واحدة متزوجة تتمنى على الله لو لم يكن يوم الزواج موجودا. والله يا أختي كم من إنسان متزوج، قديش عدد المتزوجين وبيقول لك يا ريتني ما غلطت هالغلطة. وعشان هيك صار عندنا مثل قال لك امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، وهذا ما جاش من بلاش. ما انت في عندك ناس متزوجين مقطعين بعض، والمحاكم شغالة، والنفقات والدعاوي والكذب والزور والبوتان، والصلحة رايحة وصلحة جاي وجاه رايحة جاي، ما في عندك هيك. وفي عندنا ناس عندهم أولاد من مغفر لمغفر طول النهار يكفلوا أولادهم يكفلوا حالهم. لا تنظر إلى الآخر بعين الرضا وتنظر إلى نفسك بعين النقص أبدا. هذا استخفاف الإنسان بيبدأ من لما هو يعرف مين يقدر قيمته. قيمتك مين ما كنت تكون ومن شو ما كانت صنعتك تكون. تاجر الخضار يجب أن يقدر قيمته مثله مثل تاجر اللؤلؤ وتاجر الألماس، لأنه الناس بتحب الألماس والناس ما بتستغنى عن الخضار، فأنت لك قيمتك في الوجود. المهن كل المهن، الوزير يقدر قيمته في وزارته، والميكانيكي يقدر قيمته في ميكانيكيته، وعامل الوطن يقدر قيمته، وإحنا كلنا بنقدر قيمته. ما في واحد أحسن من الثاني أبداً. أنت تشعر بالحياة، خذ الحكمة، هذا أعطيكم حكمة اليوم، أنا بدي أتجلب حكمة. تشعر بلذة الحياة على قدر شعورك بقيمتك. السلام يا سلام. تشعر بلذتك في الحياة، لذة الحياة تشعر بها على قدر شعورك بقيمتك. لا تقبل من أحد، ولا من أحد، ولن تصلح من قد ما تقدر، ما يكونش لواحد عليك يدية، قد ما تقدر، على قد ما تقدر، ما يكون لواحد عليك فضل، ما يكون لواحد عليك فضل، حتى لا يحصل منك التعلق بهذا الإنسان. على قد ما بتشعر بقيمتك، على قد ما بتستلذ بالحياة، على قد ما إنك مقدر ولا تشعر بقيمتك، على قدر ما تفقد من لذائذ الحياة. هذا كلام بحكي لك إياه بالمجان. فيا أختي كونه ما عندك زوج، احمد الله عز وجل. والله يمكن لو يجيك زوج ليشيبك، ولا تقولي أنا مش موفقة، مش الصبح تقول لا إله إلا الله، هي أعظم توفيق، هذا أعظم توفيق. مش في عندك والد ولا والدة بتبريهم، هي أعظم توفيق. ما عندك صديقة ولا أخت تحكي معها، من أعظم التوفيقات. المال بيسهل الحياة، ولكنه ليس كل الحياة. المال يسهل الحياة، ولكنه ليس الحياة. الحياة أن تشعر بقيمتك في الوجود. ورب سبحانه وتعالى يحفظكم جميعا. الله يحييكم في إذاعة يقين، وبرنامج همك همي على 569-33-77. اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. الله يعطيك العافية دكتور.
هلا يا أختي، يا مرحبا، تفضلي. ألف عافية وصحة علينا وعليك يا ربي، وطول ربي بعمرك وبارك بصحتك وعافيتك. سؤالي دكتور بالنسبة للحكم الشرعي، الحكم الشرعي للإضراب، صراحة وصلني معلومات حاب أتأكد منك منها. يعني وصلني الإضراب، الإضراب وصلني معلومات حاب أتأكد من صحتها منك. آه انت اليوم، انت اليوم عملتي اضراب انت؟ لا الاضراب اليوم اضربتي ولا ما اضربتي انت؟ بدي كحكم ايوه شرعي. بس انت اضربتي ولا ما اضربتي اليوم؟ جايك انا اضربتي ولا ما اضربتي اليوم؟ لحظه خلينا شويه على بعض. جايك بالحكي يا دكتور، الحكم الشرعي اجاني. ما انا بسمع يا اختي. اه طيب انا بسالك، خليكي معي بالسؤال، انت اضربتي ولا ما اضربتي؟ هاي أنا بدرس تلاوة وتجويد يا دكتور، لأجتني المعلومات إنه طبعاً أنا تابع. أنا بسألك سؤال، بسألك أنت يا أختي، أنا بسألك سؤال أنت يا أختي حتى أقدر أجاوبك، أنت أضربت ولا ما أضربت اليوم؟ أنا ما أضربت لأن أنا مدرس تلاوة وتجويد. آه نعم. أجتني الفتوى كالتالي، جاتني الفتوى كالتالي، حتى انه انا يعني قويت أختي، في أختي. خلينا من الفتوى، خلينا من الفتوى، اسمع مني، اسمع مني فضل. خلينا من الفتوى، ما اذا عندك فتوى ليش تساليني انا؟ اذا عندك فتوى يا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ربنا يوفقك ويجزيك الخير، وخيركم من تعلم القران وعلمه، وانت في مهنه وفي وقت بتعلمي فيه اولادنا وبناتنا القران الكريم، هذه اشرف مهنه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وأفضل الدعاء إلى الله هو كتاب الله عز وجل. فأنت تقوم الآن بمهنة شريفة، ومهنة يعني لا تقدر بثمن، فنيالك أن الله اختارك لتدريس كتابه، هذا من جانب. الجانب الثاني، أنت اليوم بتقولي أنا ما وصلتني فتوى معينة، إذا وصلتك فتوى معينة لا تسأليني. النقطة الثالثة، انك انت اليوم قلت انا ما اضربت، ما اضربتي انت حرة، ما فيهاش قضاء يعني المسألة، ما فيهاش والله اللي ما اضرب يقضي. النقطة الرابعة، اللي دعوا الى الاضراب العالمي، هو مش الاضراب بالاردن، هو الاضراب في كل العالم، هو من باب لفت نظر العالم كله، قادة العالم وساسة العالم، لما يجري من قتل، من تدمير، من سفك دماء في غزة، وهدم المستشفيات وهدم المساجد وهدم اللي شايفينه احنا، الدمار الشامل اللي قاعد بيصير على رؤوس اخوتنا المدنيين في غزة. يعني مثل هاي الأسئلة انا بقول مش لازم نسألها يا اختي، يعني مش لازم نسأل هاي الأسئلة. انت اول شيء ما اضربتي، وربنا سبحانه وتعالى مشغلك بالقرآن الكريم، خلص خليك مع القرآن الكريم، انت لا اضربتي وعندك فتوى وجاي تسأل عن فتوى ثانية، لويش الخرابيط هاي كلها يا اختي؟ الموضوع كل ما هنالك هو لفت نظر، مش مقصود منه تدمير اقتصاد دولة، ولا مقصود منه كل ما هنالك. العالم اليوم توحد امام ما يرى من آلة التوحش والوحشية اللي قاعدين بيشوفها العالم كله فيما يجري عند اخوتنا في غزة. فانا اترك هذا كله واصير اقول يعني الله يرضى عليكم، بدنا نكون ان شاء الله اوعى من ذلك، والله يجزيك عنا كل خير، بارك الله فيك يا اختي. معنا اتصال. عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. يعطيك العافيه يا اخوي. انا بدي احكي بالنسبه لشغله اللي قلبهم طيب. قبل كم من سنه كنت بدعي لرب العالمين انه شغله تصير لي، فكان الي جاره فبتحكي لي اذا ربنا عصاكي تعطيني، لا بحكي لها ولا بتحكي لي جد، لا بحكي لها ولا ان شاء الله. المهم فيش يعني مرقت يمكن 6 شهور وربنا الحمد لله اعطاني يعني الشغله اللي طلبتها. يا ربي لك الحمد، يا رب والحمد لله، يا ربي لك الحمد. فحملت والله يا دكتور من راس العرمه وعطيتها، حكيت لها هذول اللي انا وعدتك فيهم العطيه من رب العالمين، وربنا ما اعطاني اياها الي لحالي، اعطاني حتى اعطي. والله يا دكتور قاعد يضحكوا علي. لا. والله يا دكتور قاعد يضحكوا علي. اما
فهو الناس بتقيس على حالها، الناس بتقيس على حالها. أيوة الناس بتقيس على حالها، واليوم اللي معه قرش ماسك فيه، وينسون أن الرزاق هو الله، وأن الله يعطينا لنعطي. وفي بعض الناس الله بيجعله جسر للرزق للناس، وهذا الجسر إذا ما كنت صالحا لإيصال الأرزاق إلى الناس فإن الله يستخدم غيرك. يا أخواننا، المال مال الله، والعطاء عطاء الله، فمن أراد البركة من الله فليجعل لله حصة فيما آتى. هاي شغلة معادلة واضحة في التعامل مع الله عز وجل. فأمه يختي بيقيسه على حاله، منه يعني هو شاطر وبيدكن على الفلوس، والقرش اللي بيطلع خلص ما عاد يعني يشوف الضوء مرة ثانية. ما هي الله يدينا ويديه معكم. هاي هي دكتور، بس شغلة بسيطة هي، انه انا كان في إلي راتب من مركز من لجنة الزكاة، كانوا بيعطوني 50 دينار. والله يا دكتور، والله انا بحلف يمين وربي اعلم فيه اني سادية، والله ال50 دينار انهم كان ربنا مبارك فيهم، 50 دينار والله مبارك فيهم. نعم صح. إلي هسه 4 سنين انقطعت عني هاي المعونة، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، في أكثر من الحمد لله في شيء مستعان بالله، الحمد لله ما في الرزاق والله، وربي سبحانه وتعالى يوسع عليك في رزقك. الله يجعل الله الناس يا ربي تقنع بس. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يجزيك خير، يعطيك العافية، بارك الله فيك. الله يسعدك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. فاصل وراجعين، فالله يحييكم جميعا في إذاعة يقين، جميعا في إذاعة يقين، وبرنامج همك همي متواصلين إن شاء الله على 569-33-77. يا مرحبا، معنا اتصال. ألو، ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور أنا حاب أحكي عن فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة بالصيغة الإبراهيمية. يعني أنا شفت أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بنية أنه ينصر أهلنا بغزة. يا الله، الله كريم إن شاء الله يا رب. أنا حابة يعني أدعي الناس أنه يعني إنهم يكثروا من الدعاء، ودائما الصلاة على لسانهم تكون موجودة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك كل شيء معرض للجواب، أو كل شيء من دعائنا معرض للقبول والرد، إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا ترد. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. معنا اتصال. دائما أبدا متواصلين عبر أثير إذاعة يقين، وتبقى إذاعة يقين إن شاء الله منارة في العلم والدين، وتزويد الناس بما يحتاجونه من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تبقى هذه المنارة، وأن يحفنا جميعا برضاه، فإنه أرحم الراحمين. لا ننسى دائما أبدا التعلق بالله والدعاء، والنصر دائما أبدا بيكون صبر ساعة، ودعوة مستجاب إن شاء الله في جوف الليل دائما وأبدا بتكون حاضرة، فالله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إحنا لهون نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر أثير إذاعة يقين. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. قناة محمد نوح الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة